ايه الابيليتي الغريبة دي؟ بينفخ يعني ولا ايه؟ بينفخ ايه؟ لا هو بيدف في انتفخته ده. وشك. وطبعا ايه لو انت الابيليتي شيلد، المتخلفة عقليا دي؟ ما هو كده بيعدي من الحيطان وبيكاونت الشلات. يعني هو كاونت لمونتين، ممكن يبقى مونتين. لما عطله في واحد في وشك يا لول الاخير تاسك بندك. تيكو ده ساي احك سوم السكس عادي بيتزبر عليها، بيتزبر بيتزبر الزبدة عمال يخش ويطلع يخش ويطلع يخش ويطلع. ايه ده ايه ده؟ هو مش كتير قوي. الواد اتذبب، الواد اتذبب يعني. لو صحيت من النوم لقيت زب طلع من اورتك، لا 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 تعمل ايه؟ لو صحيت من النوم لقيت واحد مدخل دراعه لحد كوعه في طيزك. انا كنت فكرت فيها برضو. تخيل هيوصل لمصارينك. لا ويمسك مصارينك كده ويزغزغك من جوه. السلام. قصدي قصدي يا ايه ده؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ يا عارف انت لما حد يقول انا حاسس باتر فلايز كده تبقى ليترلي بقى على رأي